she could not work day. هالكتاب the other is my mirror. أنت مرآة لإلي. إذا شفتني عاقلة أنا مرآة لإلك، وأنا إذا شفتك عاقل أنت مرآة لإلي. أي غلطة بشوفها بالكتاب ضلني بركض بشتغل هيك حتى لصلحها. ما بحب شوف أبدا في صفحة ثلاث صفحات بيض، بس قلت بدي غيرهم لأنه ما بدي أعطيك كتاب وفي غلطة. بدي أجرب إنه دايما أحط شيء. وين هي هاي الغلطة هون؟ هلا بفرجيكم. رح لاقيها رح لاقيها. قلت بدي احط صور، احط قلوب فيها. ما رح لاقيهم هلا. بس لاقي صورة في صفحة بيضة وابعتها للناس، لا ما بدي. بدي اعطيهم كتاب ما يكون فيه ولا غلطة. وهالكتاب اللي ما فيه ولا غلطة انه انا عارفة انه حاطتها، بدي ابعت لكم اياه. 5 6 7 8 9 10 11 في ثلاث صفحات كنت هون كاتبة ليتل بوي، وبعثت لكم اياها هيك ورقة صفحة هون ليتل بوي، حطيت رجعت قلوب. وهيك في ثلاث صفحات بهالكتاب هيك بيض، حطيت قلوب ورجعت رحت على مكان اسمه فيدكس بيفتح 24 ساعة، منه بحاجة كهرباء ومدري شو ماي كل شيء عنده اياه، وهن اللي بيعملوا لي كل الكتب. قلت له مثل شو هي اللي لازم نصلح فيها، وبرجع بطبع الكتاب وبعطيه للاصحاب وبقول لهم ايه هد ما فيكم. اذا انا شفت غلطة كنت انا عم بعملها هالغلطة لإلي، عم ببعتها للحبيب اللي بقلبي، وهيك بالكتب وهيك بالطبخ وكل شيء بعمله. فإذا كل واحد منكم يسأل حاله، هيدي هون هيك، هيدي قلبي، هلا هي هيك كاني، منا حلو هيك، قلت أفرجيكم إياها كانت هيك، حطيت قلوب، وبرجع بقول فإذا كل غلطة بتشوفوها أنتوا صلحوها، لأن وقت عم بطبخ، عم بطبخ لإلي، عم بطبخ للحبيب اللي بقلبي. مرة إجا لعنا رئيس جمهورية أمريكا إيست ويست سنتر. اجا هو ومرته وبنته واخته، وعطاني شو بدي اطبخ ميتشو. رحت جبت مشاي ودعست صرصور، ما حدا ساعدني. بخت عزاوة شلت الاوراق اللي عطاني اياها، وهو وقابل كوك تو نايت اللي طابخين الليله ماستر كوك. قلت له انا اللي طبخت، ما طلعت بالكتاب. نحن بقوم العرب لوك اند كوك اند ترو ذا بوك، ما عندنا كتاب طبخ. الام بتعرف من الشم من الريحه من هيك. فإذا نرجع ونعيش الانتويشن الحدس اللي عندنا.